مساء الخير جميعا، نرحب بكم في هذه الأمسية اللي هو من ضمن برامجنا الثقافية والمجتمعية في ليالي رمضان، في ليالي شهر رمضان المبارك، في مجلس عائلة السيد حسن السيد أحمد الهليبي. ونرحب بالمحاضرين الكريمين الأستاذ رضي الموسوي والأستاذ حميد خنجي. للوهلة الأولى من يقرأ عنوان ندوة هذه الأمسية، ما هو مستقبل الشعوب والبلدان العربية في ظل هذا الواقع الرديء، سيقول بأنه عنوان كبير وعليه يتطلب العديد من المحاور المحاضرين إضافة إلى الوقت. هذا تساؤل صائب، وبالفعل هناك الحضارة والتاريخ والتراث وغيرها في أكثر من بلد عربي، هناك الحقب السوداء والهزائم الكبيرة، وهناك الانتصارات والنجاحات والإخفاقات والتراجعات، هناك الأفكار والأحلام والمشاريع الكبيرة، ممكن إلى أي باحث أو كاتب التوقف أمامها ليعبر عن آرائه سوى بالإيجاب أو السلب، ولكننا أمام واقع نعيشه اليوم هو الأسوأ في التاريخ العربي الحديث، أو الأخص ونحن نعيش في القرن 21 وليس في الحقب المظلمة من تاريخ العرب. هذا الواقع تحدد خياراته ومستقبله ليس شعوبه أو حكامه، ولكن تحدده تلك القوة الكبرى التي تفرض هيمنتها وإرادتها، والأكثر من هذا تسرق خيرات ومقدرات شعوبنا وبلداننا تحت مسميات مختلفة، وفي جوهرها وحقيقتها هو التعبير الواضح عن الأيديولوجية الإمبريالية القائمة على الاستقلال وفرض القوة العسكرية على الشعوب والبلدان في أكثر من بلد في العالم. جاءت أحداث عام 2011 لتشكل هزة كبيرة في العديد من البلدان العربية عرفة بالربيع العربي، وبالرغم من التغيير الذي حدث في بعض البلدان العربية، ولكن تداعياته لا زالت مستمرة في بلدان أخرى. سوف تتضح الكثير من الأمور في السنوات اللاحقة. هل الذي حدث هو نتيجة الاستبداد ومصادرة الديمقراطية والحريات العامة لسنوات وعقود في العديد من البلدان العربية، أو هناك من كان خارج الحدود يرسم ويخطط لوضع الاستراتيجيات التي درست ذلك الواقع وعرفت كيف تستفيد من تغييره خدمة لمصالحها ومآربها، ومن القوة المستفيدة من التغيير؟ ستبقى تساؤلات مشروعة لمعرفة الحقيقة. أما الآن نترك الحديث إلى الأستاذ رضي الموسوي، عضو اللجنة المركزية في جمعية العمل الوطني وعد، والأمين العام السابق لجمعية وعد، فليتفضل. شلون بدي تقول؟ لا لا تفضل تفضل بالعمر. هياك تفضل. عمر يعني بالأصغر والأكبر. أحسنت. مساء الخير جميعا، تباركين بالشهر. أشكر الرفيق فاضل على هذه الدعوة، وأشكر هذا المجلس الكريم، مجلس عائلة السيد حسن الحليبي. أتمنى أن شاء الله تكون أمسية يعني على الأقل مفيدة من خلال الحوار أكثر ما أي شيء ثاني حقيقة. يعني لما يعني اللي تفضل فيه الأخ فاضل يعني في بداية الكلام صحيح، هذا عنوان لما بعثوني إياه يعني هذا بحر، يعني من وين نستطيع أن نمسك هذه الـ يعني المسألة اللي نتحدث فيها. لكن الحقيقة طلع في يعني الواحد يفكر مع ذاته إنه شنو اللي ممكن إنه على الأقل نتحدث عنه في واقع مزري يزداد سوءا يوما بعد يوم. نلاحظ أنه سببه
أعتقد يمكن الجميع يتفق بأنه عندما نطبق مقولة السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فهذه تنطبق على واقع الحال العربي وفي كل الدول الشمولية. والحقيقة مسألة السلطة المطلقة يعني عم بتجر إلى شيء، إلى الاستبداد، والاستبداد يقود إلى الفساد، والفساد يقود إلى الفقر، والفقر يقود إلى الموت وإلى يعني مزيد من المشاكل الاجتماعية والسياسية. أنا عنونت الورقة بالواقع الراهن للبلدان العربية والمستقبل الغامض لكياناتها ومجتمعاتها. لما نشوف يعني في الجزء الأول فيما يتعلق بواقع البلدان العربية، يعني الحقيقة أنه خلال السنوات الست الماضية هلكنا الإعلام العربي بأنه الربيع العربي سبب لنا مشاكل، والربيع العربي هو سبب البلاوي ومسائل التفتيت اللي على الأقل شهدتها بلدان في المنطقة العربية، أربع دول على الأقل يعني تعاني من عملية احترابات وتفتيت في كياناتها الوطنية. ولكن عندما نحفر قليلا ليس كثيرا، عندما نحفر عليكم السلام، عندما نبحث قليلا في هذا الواقع نجد انه النظام الرسمي العربي بمجمله ومنذ الاستقلالات الوطنية من الاستعمار والانتداب والحماية لم يتمكن من تشكيل الدولة الوطنية بشكلها الحقيقي. الدولة الوطنية لها مقومات واضحة، ما أسست الدولة، المجتمع، وضع البرامج، الخطط، استراتيجيات. نلاحظ أنه طوال العقود الماضية هذه يعني من منتصف النص الثاني من الأربعينات وانت جاي بداية الاستقلالات اللي صارت في الوطن العربي لم نشهد استراتيجيات حقيقية في أغلب الدول العربية على الأقل، إن لم نقل جميعها. وهذه تراكمت في إشكاليات كبرى حقيقة، وخاصة في المسألة الاقتصادية. مسألة الاقتصادية مسألة أساسية كما نعلم جميعا، عندما يكون الواقع الاقتصادي مزري في أي مكان تتفجر المشاكل، تبدأ الانحرافات، تزداد الجريمة، تزداد كل أنواع الموبقات اللي موجودة بهذه. لذلك يعني أنا يعني عرجت سريعا على الموضوع الاقتصادي وتفريعاته الاجتماعية. يعني خلال السنوات الماضية أو في الوقت الراهن خلينا نقول في 2017 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة 2.64 تريليون دولار. هذا رقم كبير. لو تخيلنا أنه مسألة الوحدة العربية كشعار لما رفع أيام الاستقلالات الوطنية أنجز منها أو وضعت خطة حقيقية وبرامج استراتيجية من أجل إنجاز هذه المهمة وخطونا فيها خطوات، على سبيل المثال سنلاحظ أنه لو هذا الناتج المحلي الإجمالي اليوم نضعه كناتج إلى دولة الوحدة ستكون الدولة العربية رقم 6 على المستوى العالمي، يعني تجي بعد فرنسا، تجي قبل فرنسا، بعد إنجلترا، بعد بريطانيا، بعد أمريكا اللي عنده في حدود 18 تريليون، ثم الصين، ثم اليابان وبريطانيا وإلى آخره وروسيا.
الآن لما ينفع نطالع هالناتج المحلي في وين؟ ناتج المحلي الإجمالي وين موجود؟ وين متركز؟ 56% من الناتج المحلي الإجمالي اللي موجود هو موجود في دول مجلس التعاون الخليجي 1.5 تقريبا أو 1.48 تريليون، وهذه جاية بشكل رئيسي من وين؟ من عائدات النفط. احنا صار لنا الآن في حدود 85 سنة من اكتشف النفط في هذه المنطقة في البحرين سنة 32، لازلنا نعتمد في البحرين بنسبة تفوق 84% في إيرادات الموازنة. طبعا هي تتراوح بين 82 إلى 94% ضمن دول مجلس التعاون أقصد. وبالتالي مسألة تنويع الإيرادات الاقتصاد هي في حدودها الدنيا، نحن نعتمد على سلعة تطلع من الأرض ونبيعها وبالتالي نوزع الثروة بالطريقة التي يراها القائمون على القرار الاقتصادي والسياسي. هذه الـ 56% هذه لا شك هي نسبة كبرى، وهذه النسبة أيضا هي موجودة في يعني الاحتياطيات النقدية. احنا اليوم لما نسأل سؤال مين من الدول العربية عنده فلوس، مصر أكبر دولة احتياطيها النقدي 24 مليار، يمكن ما يكفيها لشهرين تستورد سلع غذائية. السعودية عندها احتياطي نقدي في حدود 570 مليار، لا نعرف شقد يعني تآكل هذا المبلغ خلال الفترة القليلة الماضية، لأنه في هناك حجم هائل من المصروفات ودول المجلس الأخرى أيضا هذه الاحتياط. وبالتالي كانت في مع نهاية 2016 كانت السعودية ممكن أن يعني يكفيها هذا الاحتياط النقدي لمدة 28 شهر لتستورد بضاعة، خاصة نحن نعرف أنه أكثر من 80% 85% من استهلاكنا يأتي من وراء البحر مش من إنتاج. وبالتالي أعتقد أن إحنا يعني عندنا صحيح احتياطيات نقدية كبيرة وناتج محلي كبير. هالناتج المحلي أصلا تراجع السنوات القليلة الماضية بعد انهيار أسعار النفط، بعد انهيار أسعار النفط بدأ يتراجع ونسبة التراجع تقترب من 10%، هذه نسبة كبرى، معناته أن احنا نرجع ريوس في مسألة الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العربي، وخاصة يعني في دول مجلس التعاون بعد انهيار أسعار النفط من 120 دولار للبرميل إلى أقل من إلى أقل من 50 أو يحوم حوالين 50 دولار للبرميل. بالمقابل نحن نلاحظ أنه هذه الدولة الوطنية اللي كانت يعني تتهم أو قياداتها والسلطات في البلدان العربية تتهم الربيع العربي بأنه سبب كل هذه المشاكل، نلاحظ أنه كل هذه التراكمات جاءت وتفجرت في 2011 ونهاية 2010 وبداية 2011، ولكن في حقيقة الأمر هي تراكمات استمرت لعقود طويلة. يقابل هذا الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطي النقدي يقابلها ديون تعادل في حدود تريليون دولار، هذه رقم مخيف بالنسبة للدول، وهذا الرقم هو قابل للزيادة مش للنقصان، لأنه اليوم المنطقة إذا كانت الدول مجلس التعاون هي التي تقود القاطرة المالية والاقتصادية وعندها الفائض النقدي عندها الاحتياطي النقدي بشكل رئيسي،
موجود هي في تراجع وفي حالة استنزاف، وموازناتها يعني منذ 2015 وانت جاي قاعدة تزداد عجزا، فأعتقد أنه راح نواجه مشكل كبير في هذه يعني. وإذا بتلاحظ أنه الكيرف خلال من 2000 كان الدين العربي أو الديون الخارجية للبلدان العربية في حدود يحوم حوالين 400 و يعني 26 مليار دولار، يقفز خلال من 17 سنة بدل ما يفترض فيه أن يتراجع، وهذا كله نتحدث إحنا قبل 2010. يعني في 2000 كان 426 مليار دولار، زاد في 14 إلى 891 مليار دولار، وصلنا في 2015 تراجع شوي إلى 878، وقفز مرة أخرى في 2016 إلى قرابة 923 مليار. والآن أعتقد أنا يعني مع النصف الأول من 2017 لا شك أنه يعني صك التريليون براحة، خاصة عندما نشاهد أنه الأداء الاقتصادي العربي. طيب حالة يعني هذا الواقع، واقع هالديون وهالناتج المحلي المتراجع والدين، يقابله عدم شراكة سياسية من قبل المجتمع، من قبل المكونات المجتمعية في هذه البلدان، في هذه الدول. السؤال المهم، ونرجع لبداية الحديث بأنه قصة السلطة المطلقة، السلطة المطلقة إذا 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 لا تكون هناك، إذا لم تكن هناك محاسبة حقيقية لعملية الأداء، فتصل بنا إلى مسألة الاستبداد، والاستبداد في النهاية لا يستطيع أن أحد يحاسبه، لأنه ما في هناك الأدوات، ما في الهياكل الإدارية، الهياكل التنظيمية لمحاسبة هذه السلطة المستبدة في الوطن، في النظم السياسية العربية التي وصلت إلى مرحلة من الوهن بطريقة يعني لا يمكن وصفها، إلا أنه هذه السلطات الآن لم تعد قادرة على تلبية الحد الأدنى من ضرورات الحياة في أي مجتمع عربي. على سبيل المثال، لما يكون عندنا حالة الاستبداد وحالة والديون المتراكمة والأداء الاقتصادي وغياب الاستراتيجيات، شو معنات هذه؟ معناتها تفشي حالة الفساد. الفساد في الوطن العربي مرعب، مش مخيف. يعني في كوريا الجنوبية عزلوا الرئيسة بسبب انه والله في كم من مليون، يعني ضغطت مستشارة او واحدة موظفي البيت الأزرق في كوريا الجنوبية، ضغطت على بعض الشركات الكبرى سامسونج وما بعرف إيش، من أجل دفع أموال إلى مؤسسة خيرية قد لدفع أو للقيام ب شو اسمه بعض الأعمال الخيرية أو تحت هذا العنوان إلى حد ما. وقاد هذا الأمر إلى إيش؟ إلى عزل الرئيس وتعيين أو انتخاب رئيس جديد، وهذا الأمر يعني يدل على جدية الدولة الكورية الجنوبية في مكافحة الفساد اللي هم يعانون منه. تاريخ كوريا أيضا في حالة استبدادية، سنغافورة كان في الاستبداد، ولكن كان في ليكوان كان الحاكم المستبد العادل اللي كان اللي في راسه موال تأسيس دولة عصرية، انتقال من الجهل إلى العلم
اعتمادا على العلم تقفز سنغافورة الى ان تكون دولة بدل ما من تكون قط تحولت الى نمر آسيوي متقدم. اليوم هي في الدخل على مستوى العالم الدخل الفردي هي تأتي رقم 3 أو 4، بالتالي نتيجة الانتاجية، علما بأن سنغافورة تستورد حتى الماء، حتى الماء تستورد، ما عندها ثروات طبيعية مثلنا احنا نصبح. أيام اللي كان في كان سعر النفط $120، كل يوم مجلس التعاون يصبح على $1,800,000,000 محطوطة في الخزائن بروحه من الله، شيء يطلع من الأرض ويبيعونه هكذا. سنغافورة ليس لديها موارد، وأغلب دول آسيا ليس لديها موارد طبيعية لتستثمرها بشكل لا. لذلك هم استثمروا في عملية التعليم اللي أغلب الدول العربية تعاني منه. تقدر واصل 20 دقيقة لك يعني ورا بعد بعد لك حوالي 5 دقائق جديد. طيب تقدر المؤسسات المالية الدولية حجم الفساد في البلدان العربية بين 300 إلى 500، هذا تقديرات البنك مليار. 300 إلى 500 مليار دولار، هذه تقديرات البنك الدولي، ولكن تقدير مؤسسات أخرى تقول إنه هذا رقم متواضع جدا. حجم الفساد هو تريليون، مضاعف. طبعا ليش ما في هناك إحصائيات؟ لأنه ما في يعني نظم سياسية فاسدة تقدم لك إحصائيات عن فساده، لا يمكن. العراق تعتبر أكثر دولة تعاني من فساد، متفشي فيها الفساد بطريقة غير معقولة. والعراق اللي نعرف جميعا عند الثروات الطبيعية بشكل هائل، النفط والمياه والزراعة وإلى آخر، من أغنى الدول، هو أغنى دولة عربية حقيقة في الثروات الطبيعية. ولكن نتيجة لحالة الفساد ونتيجة للمحاصصة ونتيجة للاستنزاف اللي موجود الآن في مواجهة الإرهاب، اليوم أمس أنا قاعد أطالع بالصدفة فرفر في القنوات، طالع أنه والله في قناة ما بعرف إيش اسمها، أنه شغلتها تدور على اليتامى واللي ما بعرف إيش واللي ما عندهم بيوت، ويتبرعون في أهل الخير ويسوون لهم بيت، تفضلوا هذا البيت، وفاضحينهم ما بعرف إيش، وتشوف إنه بيت يعني حتى اللي بناه مو مشتهي يبني، مو نص ممسوح نص مصبوغ إلى آخره. في وين أنت تتحدث عن العراق؟ ما تتحدث عن زيمبابوي، ولا تتحدث عن الصومال، ولا تتحدث عن دولة أفريقية فقيرة، تتحدث عن دولة غنية جدا. لذلك هذا الحجم من الفساد لا شك أنه يعني عم بيأثر بشكل كبير في الأداء الاقتصادي، بالأداء ينعكس على مسألة القضايا الاجتماعية. هذا الفساد بالتأكيد يقود إلى تحويل مؤسسات الدولة في الوطن العربي إلى مزارع خاصة لا يعتمد فيها الكفاءة في العمل وتكافؤ الفرص والمواطنة المتساوية، تتحول إلى مزارع خاصة لهذا المسؤول أو ذاك. وهذه حقيقة. لذلك نلاحظ أن هناك تآكل في تقريبا كل الدول العربية في نظام الإدارة العامة. الإدارة العامة منتهية عمليا، ليس هناك. هذا يعني زيادة الرشا، الرشاوي تزيد عشان تنجز معاملة. يعني في مصر مثلا حجم الرشاوي اللي يستلمونها موظفين العموميين موظفين الحكوميين سنويا تبلغ $6 مليار، وهذه المعاملة يجب أن لا يدفع فيها فرنك، فلس واحد. طبعا تتحدث عن دول أخرى، يعني حدث ولا حرج، يعني علشان تجيب لك تلفون
في بعض الدول تلفون أرضي قبل أيام الموبايل تحتاج إلى سنوات توقف في الطابور، وأحيانا أنه يموت الأبو ويورث الطلب إلى أولاده يتابعونه. وهذا حقيقة، أنا الحقيقة عشت في سوريا، يعني كان هذا وضع مثل هذا الوضع موجود في سوريا بالسبعينات وفي الثمانينات. طيب هذا يراويك حجم الفساد اللي موجود، إن في كل شيء يعني تحتاج علشان تسجل الأرض، علشان تسجل مولود جديد. يعني في سنة من السنوات كانت واحدة من العوائل البحرينية جات عجوزة هناك في ست زينب، والله توفاها هناك. علشان نقوم بإجراءات الدفن ونوديها المشرحة وما بعرف إيش، بس تمشي وتفت بيزات عليهم. هذا الإجراء يعني موجود في كثير من الدول العربية، أغلب الدول العربية بأشكال مختلفة، إذا ما كان في قصة الدفن الميت ولا إصدار شهادة وفاة أو شهادة ميلاد، في أشياء أخرى. وللأسف الشديد أن هذا قاعد يمتد على طول الوطن العربي وبلدانه. هذا شو يعني؟ استبداد، سلطة مطلقة، فساد مالي وإداري، تآكل في نظام الإدارة العامة. هذا ينعكس على القضايا الاجتماعية، وأهم هذه القضايا الاجتماعية مسألة البطالة. واحد من كل 3 شباب في الوطن العربي عاطل عن العمل. نسبة البطالة بين 25 إلى 30% في الوطن العربي. طبعا تبدأ من ليبيا في حدود 49% نسبة البطالة، وتنتهي عند قطر 0.5%. وبينهم الدول النفطية السعودية، الأرقام الرسمية تتحدث عن 12.1% في دولة فيها عمالة وافدة 8.7 مليون عامل وافد في السعودية. البحرين احنا في عندنا في حدود 600,000 عامل وافد، يمكن الأرقام الجديدة أكثر. السيد 700 وصلنا الحمد لله. طيب هذا الرقم يقابل الإحصائيات أو الأرقام الدولية تتحدث عن أكثر من 16% بطالة في البحرين. طب هذه دول مجلس التعاون يعني اللي هي تعتمد بشكل رئيسي على العمالة الوافدة، واليوم أعتقد في عندنا مشكلة قصة إنه تفضيل العامل البحريني أو الموظف البحريني، في حين أنه فتح الباب على مصراعيه لكل المؤسسات أن تجلب عمالة وافدة، وهذا يعني إخراج البحريني من المنافسة بشكل كلي. هذا قاد إلى إيش؟ إلى أن يوجد عندنا في الوطن العربي 100 مليون فقير تحت خط الحد الأدنى من الفقر. 100 مليون. الآن نسأل أنه كيف تطلع داعش والقاعدة والتنظيمات الإرهابية وإحنا عندنا 100 مليون آدمي عايشين تحت خط الفقر؟ طبعا هذا من الطبيعي أن تزداد الجريمة والانحراف وتستثمر أي واحد يريد أن يستثمر من الخارج. ونتحدث عن تدخلات خارجية، هل نحتاج لتدخلات خارجية علشان يأجج الوضع عندنا في الوطن العربي؟ لا نحتاج، ما هي مأججة بالأصل. بالتالي لا يمكن أن نتحدث عن استقرار حقيقي في الوطن العربي في ظل هذه الأرقام وهذه المشاكل المرعبة. عندنا يعني مثل ما قلنا مسألة الاستبداد اللي يعني أعتقد أنه أساس كل البلاوي اللي يعني على الأقل تحدثنا عنها، وهذه جزء منها أيضا. يعني احنا تحدثنا عن قضايا اجتماعية بسيطة، فقر وبطالة، بس نتحدث عن أجور.
المئة مليون فقير في الوطن العربي هذول بعضهم أو جزء نسبة منهم نسبة مهمة منهم يشتغلون مو عاطلين على العمل، بس إني يشتغل إنه في بلدان الكبرى الموظف يشتغل ثلاث شغلات. طبعا احنا عندنا بدينا يعني في البحرين وبعض دول الخليج، بس يعني في مصر في سوريا في المغرب بيشتغل مدرس بعد الظهر، بيشتغل تاكسي، بيشتغل ما بعرف ايش الى اخره. وبالتالي يعني انت تخيل انه هذا ينطحن لمدة 40 سنة، هذه شغلته. ونتحدث عن انه لما كيف يأتي الارهاب وكيف وليش طلعت داعش. طبعا داعش طلعت لان تحتاج ايضا الى فضاء يعني ايديولوجي تحفزها والى اخره. خلاصة الانهي بالحقيقة بجملة أو بفقرة تحدثت عنها منظمة الشفافية الدولية، بأن هذا الفساد، هذا الاستبداد، هذا التآكل في النظام الإداري، هذه البطالة، هذا الفقر، هذا الإحجام، لماذا يحدث؟ في الدول العربية عندنا إنه يعني 7 دول أو 8 دول في ذيل قائمة الشفافية في مدركات الفساد، الأكثر فساداً في العالم. أختم بأنه تقول في تقريرها عن السنة الماضية أن تميز البلدان التي سجلت المراتب الأولى في المؤشر العالمي بيتعلق بمدركات الفساد بمستويات عالية من حرية الصحافة. تتميز هذه الدول، الدنمارك رقم 1 على مستوى العالم بحرية الصحافة وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة. إحنا الميزانية العامة ما ندري عنها، إحنا صار لنا كم 7 أشهر مفترض لحين ما نزلت. كما يتميز المسؤولون في السلطة فيها بمستويات عالية من النزاهة، مستويات عالية من النزاهة، وتتمتع سلطاتها القضائية بالاستقلالية عن السلطات الأخرى. السلطة القضائية مستقلة، هذه مزايا مال مدركات الفساد اللي طالع الأولى في وتنقص فيها معدلات التمييز وفقا للفوارق الطبقية، لأن ما في واحد دخله واصل إلى 1 مليون في السنة وواحد إلى 20. هذه شو اسمه. في المقابل تعاني الدول التي جاءت في ذيل الترتيب من الحروب والصراعات السياسية والطائفية، وهي دول لا تتمتع بحكومة رشيدة وتعاني من ضعف المؤسسات العامة كالشرطة والقضاء، وتغيب فيها حرية التعبير والصحافة الحرة، ويكاد ينعدم فيها نشاط المجتمع المدني المستقل عن السلطة السياسية. شكرا لكم.